السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شنو رايك في مباراه اليوم؟ تجنبت مواجهه المنتخب المغربي في الدور المقبل؟ ايوا الحمد لله، نحمد ربنا على النقطه الغلا دي، وده يعتبر النهائي المبكر. زي ما انتم عارفين بالنسبه للمنتخب المصري قوي، المنتخب الجزائري قوي، فده بنعتبره ان احنا اقتنصنا نقطه من المنتخب الجزائري، فدي نقطه ثمينه ونقطه غاليه، والحمد لله ان احنا تصدرنا المجموعه بتاعتنا واتجوزنا كده ان احنا مش هنقابل المغرب. فالحمد لله يعني على النقطه بتاعت النهارده، وربنا يوفق الجميع. انا كذلك مشجع المنتخب الجزائري، وشنو رايك في اداء المنتخب الجزائري اليوم، وان شاء الله تواجهوا المنتخب المغربي في دور ربع النهائي؟ الاداء ممتاز، اداء رائع يعني صراحه، المنتخب كان ممتاز. هي دي الكره يعني، وتعادل النتيجه كويس. المنتخب المغربي يعني ان شاء الله تكون مباراه كويسه بيناتنا، وانا متاكده يعني انها تكون مباراه ممتازه يعني، وحتكون كمان قمه في مباراه، في القمه مباراه نهائيه يعني. المنتخب الجزائري اليوم الاداء ونتيجه، وان شاء الله تواجهوا المنتخب المغربي في دور ربع النهائي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله المنتخب يعني دار اللي عليه، قدم اللي عنده كامل في الميدان، يعني نشكرهم على المجهود اللي بذلوه، التحضيرات اللي كانوا يعملوا فيها. احنا كنا املنا الوحيد انه نروحوا للمركز الاول، ليس كما باش نروحوا المركز الاول، وانما باش نتفادوا خوتنا المغاربه او اخونا ثاني راه معنا. احنا بغينا نشوفوهم في النصف النهائي، ولا يجي نصف نهائي شباب مليح، وصح الله غالب قدر الله ما شاء فعل. نشكرهم ونشكر الناخب الوطني، وان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله نشوف المنتخب احلى ان شاء الله يا ربي، ونفوز ان شاء الله. النهارده احنا فعلا تجنبنا المغرب عشان نلعب في الفاينل باذن الله، ما نلعبش تاني نهائي مبكر. فكنا ان احنا اتفادينا المغرب كده، احنا عندنا فرصه بنسبه 70% ان احنا نلعب الفاينل بس، لكن احنا مش خوف من المغرب او خوف من الجزائر. ناخذ كذلك اخواتنا من تونس ومن الجزائر. انت مشجع تونسي، المنتخب التونسي الحمد لله تأهل دور ربع النهائي، جيت شفتي الماتش اليوم، كيف جاتك اداء ديال المنتخبين المصري والجزائري؟ والله اولا مبروك المنتخب التونسي على الترشح نتاعو، انتم مبروك للمنتخبات الكل اللي ترشحت اليوم. ماتش قوي، ماتش دربي، ماتش مغاربي، منتخب الجزائري قوي ومعروف، المنتخب المصري كان كذلك مركز ومعروف على الصداره نتاع المجموعه نتاعهم. ماتش كان قوي، الاجواء كانت قويه كيف ما تشوفوا، انا تونسي، اصحابي الجزائريه، مسار ومغاربه، كلنا شقاء، كلنا وخيان، الاجواء كلها طيبه، تنظيميا كرويا كل شيء كان موجود، والمستوى كان طيب، وان شاء الله دائما الماتشات من حسن الى احسن، ونتمتعوا اكثر بالكره، خاطر جايين نتفرجوا احنا فينالمون، جايين نتفرجوا ان شاء الله. كيما نقولوا راضيين الحمد لله، كان شويه نقص، كان كيما نقولوا كاين بانيك في الجوار، كما نقولوا ماتش هدفات والحمد لله، كنا في الصداره والله ماشي في الصداره الحمد لله، عندنا ثقه في الاكيب تاعنا، عندنا ثقه في الناخب الوطني. المباراه الجايه هي اللي تكون عندها نكهه خاصه بين المنتخب الجزائري والمغربي، خاصه انها زي ما نقولوا تكون عندها صيغه الدربي، وان شاء الله لوميور كي غاني، نبقاو خاوه خاوه، سواء ربحت الجزائر ولا ربحت المغرب رانا خاوه خاوه، وشرف كبير لنا كدول عربيه كامله، وشرف كبير انها دوله عربيه كما الدوحه تشرف العرب وكل المنتخبات العربيه، ان شاء الله موفقين ونشوفوا نجاحات اكثر ان شاء الله في كاس. صراحه ما كناش متوقعين انه احنا ننهي المجموعه في المركز الثاني. المنتخب لعب بدايه كانت طيبه في الشوط الاول، بالشوط الثاني المصريين ابتدوا يدخلوا في اللعب ياخذوا السيطره في الملعب، الكروت الكثيره اللي جت كانت ضدنا، ما كانت معنا الكروت اللي اخذناها، انه اوكي تعادلنا في كل شيء، دخلنا اللعب النظيف، واللعب النظيف خلانا نكون نطلع ثاني مجموعة. بس إن شاء الله تكون مقابلة قمة كمان قمة مغاربية، بعد ما كانت قمة من مصر والجزائر حتكون قمة أخرى بين، وداربي مغاربي كبير بين الأشقاء بين المغرب والجزائر، وإن شاء الله يكون ينتهي في نفس هذا الروح الرياضية اللي انتهى فيه داربي شفرات. في مصريين باركنا لهم لأنهم كانوا حابين يتفاداوا المغرب صراحة، بالنسبة لهم الأردن أخف
اخف لا مش لا نتكلم صراحه اخي ممكن نتكلم زمان طبعا احنا بالمقاومات اللعيبه اللي عندنا شوف انت قلت بالاول كفينهم كفين هنا بس في اخ مصري هنا انا نسان تشرفت بحضرتك وانت انا بدور على السهل ليا لازم انا افكر ان انا لاعب الاردن احسن من لاعب المغرب انت تلعب الاردن الاردن اسهل ليا مع احترامي للمنتخب الاردني بس الاردن اسهل ليا كده المغرب اليوم كسبوا السعوديه بالفريق الثاني بالفريق الثاني والله يعني مصر انا اقول لك على شيء أوكي. المصريين بمن حضر والله مش ميزاده فخر منتخب مصر من اقوى منتخب في البطوله من اقوى منتخبات البطوله احنا لو لعبنا المغرب بفضلنا نكسب كل ماتش وليه حساباته صح. انا بقول لك والله كل ماتش عندنا ليه حساباته ايه التحضير الخاص المدرب عندنا النهارده ثلاث تغييرات اضطراريين ثلاث تغييرات اضطراريين انت عندنا كل ماتش بحساباته قاضي التفله الملعب يعني بتضيع وقت مش عايزين تلعبوا كوره تلعبوا تضيع وقت كله فاحنا اكيد لازم نفتح بكل الزر ده يساعدنا خلينا اول مجموعه سامحني يا خليني نقول لك شو اليوم المصريين توجوا بالكاس كاسهم هي الجزائر 1-1 مع الجزائر مبروك عليهم تجويز بالكاس نلتقي في النهائي واحنا حنتوج دائما اربعه شفناهم قبل كده اربعه في النهائي المنتخب المغربي هو من اقوى المنتخبات ومن المنتخبات المرشحه لكن راح يواجه الجزائر لسوء حظه راح يواجه الجزائر احنا الجزائر باذن الله في النهائي وراح نتوج باللقب وهذا كلهم المصريين مبروك عليكم الفوز على الجزائر شرف كبير مش فوزوا على الجزائر تعادل تعادل فوزوا من الانتصار هو مش الحضر خليني اذكره هو ما حضرش المباراه انتهى التعادل شوف احنا من زمان نحترم المصريين لا لو مش مصدقني اسال ابو تريكا الفنان في ام درمان أيوة. وهو مع سعدان السلام عليكم يعني هو في منتخب مصر احسن من كده طبعا بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله تفاديتوا المنتخب المغربي في المباراه المقبله توجه المنتخب الاردني يعني كلمنا المنتخب المغربي لماذا الجمهور المصري كان متخوف من مواجهه المنتخب المغربي يعني طبعا من اقوى المنتخبات العربيه المغرب والجزائر فايه الحمد لله خليناهم يقابلوا بعض ودي احسن حاجه احنا عملناها فان شاء الله نقابل واحد منهم في النهائي ان شاء الله بامر الله والتوفيق لكل المنتخبات ان شاء الله حبيبي لا تنسى الاشتراك في القناة